كل واحد فينا في حياته اليومية كيشري منتجات أو خدمات من عند البائع أو عبر المواقع الإلكترونية. بعض المرات كيكونوا عندنا شي تساؤلات وتنحتاجوا لشي توضيح، وفي بعض الحالات يمكن لقاو شي مشكل، بحال مثلا التخفيض اللي كيعلنوا عليه ما كيطبقش، أو لا ما كنتسلموش المنتوج في الوقت، أو لا ما كيمكنش لنا نتراجع عند الشراء عبر الانترنت أو البيع خارج المحلات التجارية، أو إلا خدينا شي قرض استهلاكي، أو لا شي مشكل في عقد البيع، أو لا الثمن اللي في الإشهار ماشي هو الثمن الحقيقي ديال البيع، أو لا لقينا شي مشكل في الضمان. في هاد الحالات أشنو يمكن لنا نديرو، وشكون يقدر يعاوننا باش نلقاو حل المشاكل ديالنا وجواب على التساؤلات اللي عندنا؟ الشبابيك المهنية للمستهلك تفتحات باش تعاون المستهلك وتوجهه. أشنو هو دور هاد الشبابيك؟ شبابيك المستهلك هي مراكز إنصات مدمجة داخل جمعية حماية المستهلك، نشأت بشراكة ودعم من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. هاد الشبابيك تتقوم باستقبالكم والإنصات لكم وتوجيهكم، وكتوضح لكم مجموعة من الحقوق اللي كيضمنها لكم القانون 3108 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، بحال مثلا الحق في الإعلام، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، والحق في الاختيار. ملي كيكون عندكم شي مشكل هاد الشبابيك كتعاونكم باش تحلوه. وفين كاينين هاد الشبابيك؟ اليوم كاين 23 شباك مهني للمستهلك، موضوع راهن اشارتكم في جميع جهات المملكة، وشبابيك اخرى غادي تفتح مستقبلا. للاطلاع على اقرب شباك للمستهلك زوروا الموقع www.خدمة المستهلك.ma.